مرحبا، أنا لبان، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلي أونلاين. اليوم بدي أقدم لكم مايونيز بطريقتي وبطريقتين مختلفات. اللي ما بيحب البيض قدمته بطريقة مختلفة. خلينا نشوف المقادير: بيضتين، ربع معلقة ملح، نص معلقة صغيرة سكر، معلقة خل، ربع معلقة صغيرة توم بودرة، زيت المازولا، ملعقة عصير ليمون. أول شي حطيت البيضتين، ممكن بخلاط، ممكن بمحضر طعام، ما هي مشكلة، حتى ممكن نستعمل الزراع. نحط البيض بصحن ونخفقه بالزيرة. حطيت كل المقادير مع بعض ما عدا الزيت. طبعا اللي ما بيحب توم البودرة بيحسن بيستعمل فص توم عادي. خفقتهم مع بعض دقيقة. بعدين بلشت أضيف الزيت بشكل خيط رفيع. كل ما رفعنا الخيط كل ما استعملنا زيت أقل. بدنا نضل نخفقه على سرعة عالية لوقت ما نحصل على السماكة اللي بدنا إياها. هاي صار المايونيز جاهز. كتير هاي مايونيز طيب، طعمته كتير طيبة، فهي طريقتي وأنا حبيتها كتير، بتمنى تجربوها. أما المايونيز الثاني هو مايونيز بالنشا. هاي الطريقة للي ما بيحب البيض. مقادير مايونيز النشا: كوب ماء، ملعقة كبيرة نشا، سن ثوم، زيت مازولا، رشة ملح، نص معلقة سكر، معلقتين عصير ليمون. من أول شي نحط النشا والمي على النار، نطبخهم مع بعض ونستناهم ليبردوا. بحكم على النار بسمك المزيج وبخليه لي دقيقة واحدة بس وبطفيه وبعيفه على طرف يبرد. بعدها حطيته في محضرة الطعام، ضفت له المكونات كلياتها مع بعضها. التوم طبعا لازم يكون مهروس. شوي الماكينة عندي كبيرة ممكن ما تطحن منيح للتوم، هرسته قبل. ضفت كل المكونات وخفقتهم مع بعض. كمان بلشت أضيف الزيت بخيط رفيع. تاكل زيت قليل مو مثل البيض. طريقة طيبة كتير، بس بنصح فيها باستعمالها مع الساندويش لما بدي أعمل ساندويش شاورما أو أي ساندويشات بدها مايونيز. هاي الطريقة طيبة كتير. أما الطريقة الثالثة للمايونيز هي مايونيز البطاطا. المقادير: حبة بطاطا مسلوقة، كوب صغير حليب، كوب صغير لبن، سن ثوم، زيت مازولا، رشة ملح، نص معلقة سكر، معلقتين عصير ليمون، معلقة خل. قطعت البطاطا طبعاً كانت مسلوقة واستنيت وطلعت برد. حطيت المقادير كلها مع بعض. بدي أنصحكم تستخدموا خلاط ناعم أكثر من هذا، أنا اللي ما خفق البطاطا منيح. خلطت كتير مع بعض وبلشت أزيد الزيت كمان بالتدريج. بعدين حبيت البطاطا ما كتير هرست مي، هرسته بالزراع. هاي صار مايونيز البطاطا جاهز. هاي صارت 3 طرق قدامكم، ممكن تختاروا أي طريقة بدكم إياها حسب المقادير المتوفرة بالبيت. اللي عنده نشا ممكن يستعمل مايونيز النشا بس هو أطيب للساندويش. التغميس ممكن مايونيز بالبيض أو مايونيز البطاطا. أنا بالنسبة إلي طريقتي هي دائما هي مايونيز البيض، أنا ما عندي مشكلة باستعمال البيض الني. الفيديو اللي جاي رح يكون الغريبة إن شاء الله بطريقة حلوة وبطريقة تشكيل رائعة، بتمنى تعجبكم. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك بقناتي ليصلكم كل جديد، وصفحتي على الفيسبوك ليليان كيك. باي باي.